الزوبعة التي أثارها راشد الغنوشي في تونس بإعلان القطيعة مع الإسلام السياسي وفصل الدعوة عن السياسة لا تبدو مقنعة كفاية لأحزاب مدنية علمانية ويسارية ناشطة في برلمان تونس. هذه الأحزاب رفضت حضور مؤتمر النهضة العاشر وهي تنسق منذ مدة لتشكيل أكبر كتلة ديمقراطية في برلمان تونس كما يقولون، والهدف إسقاط هيمنة حركة النهضة التي تتصدر المشهد النيابي ب69 مقعدا بعد الانقسام الذي ضرب حزب النداء الحاكم في تونس برئاسة الباجي قايد السبسي. حركة مشروع تونس لصاحبها محسن مرزوق التي تملك 29 مقعدا في برلمان تونس تسعى للتحالف مع كل من الاتحاد الوطني الحر بزعامة سليم الرياحي والجبهة الشعبية لزعيمها حمى الهمامي وأيضا كتلة آفاق التي يرأسها محمد الوزير فضلا عن عدد من النواب المستقلين. ورغم الحضور اللافت للرئيس الباجي قايد السبسي في مؤتمر النهضة الذي أثار رفضا في صفوف كتلة حزب النداء ثالث قوة في البرلمان، إلا أن مراقبين يؤكدون أن الباجي قايد السبسي ليس حليفا دائما للنهضة وإنما يتعايش معها ظرفيا كواقع موجود على الأرض أملته الاتفاقات السياسية بعد ثورة الياسمين. رمضان بالعمري، العربية.